أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن مسار الشراكة مع القطاع الخاص الذي شرعت مملكة البحرين في التوسع في برامجه ومبادراته خلال الفترة الماضية أثبت أنه قادر على تحقيق استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وبصورة فورية. نعم، مؤكدة أنه تنفيذا للتوجهات الملكية السامية فإن الحكومة ماضية نحو التوسع في برامج ومبادرات الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز الفرص الاستثمارية لتأمين السكن الملائم للمواطنين. أشارت الوزيرة آمنة الرميحي لدى ترأسها وفد الوزارة المشارك في أعمال الدورة 39 لوزراء الإسكان والتعمير العرب الذي عقد في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة إلى أن المملكة استطاعت من خلال برامج الشراكة مع القطاع الخاص أن توفر آلاف الوحدات السكنية للمواطنين على مدى السنوات الماضية، وهو ما شجع الحكومة على التوسع في هذا المسار من خلال إطلاق برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص. قد ثمنت الوزيرة آمنة الرميحي خلال الاجتماع إقرار المجلس الوزاري العربي لبند تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والذي يسهم في تعزيز وإثراء الخطط الإسكانية بالأفكار والمبادرات الناجحة، الأمر الذي ينعكس على الاستراتيجيات الإسكانية العربية وتوحيد الجهود لتنفيذ الأهداف المشتركة. قد شهد الاجتماع الوزاري مناقشة عدد من الموضوعات والبنود من أبرزها توحيد الرؤى في الموضوعات ذات الصلة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالإضافة إلى بحث مستجدات الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية. كما تضمن الاجتماع مناقشة مستجدات جائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والاحتفال بيوم الإسكان العربي وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء حول المشاريع الرائدة في مجال الإسكان.